Oscar! We'll leave! ما هذا يا ترى؟ ما هذا يا هذا؟ أقصد صوت الطنين. أنا لم أسمع شيئاً. ها هو من جديد. لقد سمعته هذه المرة. تظن أنه الدليل السحري الذي سيقودنا إلى الصولجان؟ نعم، نعم، بالتأكيد إنه هو، وتلك هي حتماً آية. يجب علينا اللحاق بها يا أوسكار. نعم، يجب علينا ذلك. هيا بنا، هيا ننطلق. واحد، اثنان، ثلاثة. ستة وخمسون، سبعة وخمسون، 550، 555. هي. ارتفع قليلا يا أوسكار. شكرا. ستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون، ستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون، ستة عشر ألفا وتسعمائة وخمس وسبعون. واو، لقد مشينا الكثير من الخطوات. إنه حتما هو يا أوسكار. لقد كنت متأكدا بأنك ستعثر عليه يا وليف. أنا وليف. لقد عثرت عليه أخيراً. ماذا حدث؟ أين منزلي؟ وأين أوسكار؟ نعم، يبدو أن كل شيء على ما يرام في الخلف هناك. أنا لا أستطيع أن أفهم شيئاً. أنا زويا، وسنكون من الآن أعز الأصدقاء. لقد حصلت على هدية ثمينة من آيا، حارسة الصولجان السحري في الرمال العتيقة. وليف، انصت لما يقوله قلبك. بإمكانك الآن الذهاب إلى أي مكان تتمناه بطرفة عين فقط. حسناً، إلى أين نذهب يا أوسكار؟ أود الذهاب إلى إيطاليا لتناول البيتزا، وأمريكا لأكل الهامبرجر، الهند لأتذوق الكاري الرائع. اصبر قليلاً يا أوسكار، أعتقد أنه علينا اختيار مكان واحد في كل مرة. إلى أين نذهب أولاً يا وليف؟ وجهتنا الأولى ستكون وليف، دعنا نبقيها مفاجأة.